الخبر بيقول انه منا شلبي لقطت بالمطار ومع تشكيل من المخدرات مع صوره منشوره للمضبوطات مثل اللي عم بتشوفوها حدة واعلام السوشيال ميديا سبق بيانات الامن المصري واكد انه منا شلبي هي حفيده بابلو اسكوبار بتقرا شو عم بينكتب بتقول هيدي المخلوقه فاتحه كرتال للتجاره بالمخدرات وعم تشتغل بالتمثيل باوقات الفراغ اذا صار وقت بين السيجاره والسيجاره منا كانت جايه من نيويورك وبنيويورك القانون بيسمح بتدخين الماريجوانا واذا صحيحة الصوره والمعلومات انه انلقط مع اكثر من عشرين كيس ماريجوانا فمعناتها الماريجوانا الامريكيه يا اما مضروبه يا اما مفعوله كتير قوي لدرجه انه منا قررت تغامر بخطر انها تنحبس لتجيب مع كميه هالقد كبيره بعدين منا اجت لعنا على لبنان وطلعت صورت بطلوع الروح بالبقاع ووقعت بالمسلسل بقبض الداعش ورجعت على مصر وما اخذت معها لا كشك ولا مكدوس بشو نيويورك احسن منا يا منا ها بشو عرفتي <applause> دي انت تخين اذا حسب المسلسل ممكن تكون ام جهاد قائده لواء الخنساء عمتها لتنتقم تنتقم إننا هنا اليوم لنقيم عدل الله هلا منا شلبي بدل ما ينشن حمله عليا كان ممكن تكون حمله تضامن لو زوجي من واحد مثل حسام حبيب زوجة لشيرين لانه معظم المصريين فهموا انه شيرين تروح على تعاطي المخدرات من ورا زوجها وبس رجعت له كمان شنوا حمله عليها لدرجه انه بصير مفهوم انه ترجع للمخدرات بسبب الحمل البشعه ضدها رساله بتوجهيها للفنانه المصريه شيرين عبد الوهاب بالظرف اللي عم تمرق له اليوم وقف حالها ادعوا لها فكروا في موهبتها وانها انسانه انسانه ممكن يحصل لها ابس ممكن يحصل لها داونز ممكن تسوق <applause> ممكن تخطئ. يعني الفنانه خصوصا المره ببلدنا العربيه بس توقع بيكتروا سلاخينا وجل من لا يخطئ ومن كان منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر اللي بيسمع بقول عايشين بمجتمع مثالي من كل النواحي واجت منا شلبي من نيويورك جابت لنا مع قفة الحشيش ألا لعنة الله على الخائنين وخاب سعيهم في الدنيا والآخرة وهو المسلسلات والأفلام المصرية مليانة مشاهد تحشيش وبتعكس واقع موجود بكل المجتمعات ومشرع ببلاد بوقت في بلاد بعد ما مش مشارعته والكيميكا 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 صحيح منا خرقت القانون بمصر وصحيح إن تعاملت كنجمة مش كمواطن عادي والشعب صار عم بيسأل يا ترى لو أي حد تاني مجرد من النجومية مش كان انحبس واتغرم وأخد القانون مجراه بلا هيك صح بس مش معناتها هيدا سبب لانتهاك حرمة وكرامة وخصوصية هالممثلة لأنها نجمة مثل كأنها ارتكبت خطيئة أو كانت سبب هزيمة العرب التاريخية منا شلبي مش جولدا مائير فنانة حلوة ومبدعة وما بتستاهل على هالغلطة من هالنوع جلدة ورجمة وتدمير مستقبلها والا ممكن يطلع بنفس المنطق حدا يقرر يحاكم ويحاسب سيد درويش فنان الشعب واللي ملحن النشيد الوطني المصري بلادي بلادي لانه غنى اغاني للحشيش والكوكايين بتهمه ترويج المخدرات مكملين معكم بفشه خلقنا بس بعد البريك